في حديقة عند أحد خطوط التماس في مدينة حلب السورية، يجلس القرد سعيد وحده في قفص كبير فارغ، ينظر إلى أطفال تجمعوا حوله للمرة الأولى منذ أشهر، مستغلين الهدنة السارية في البلاد للاستمتاع قليلاً. وطالت الحرب المدمرة في سوريا والمعارك المتواصلة في مدينة حلب المقسمة منذ العام 2012، القرد سعيد أيضاً، فقد بات وهو في 22 من عمره وحيداً في حديقة السبيل في منطقة حلب الغربية الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري. صلوا هنا معنا 18 سنة وعايش هون بهالحديقة متآلف مع الأطفال، واسمه سعيد يعني دخل السعادة للأطفال ولأهل الأطفال، يعني بخلي أنا مبسوطة ومتفائلة. واستغل الحلبيون الهدنة السارية في سوريا منذ مساء الاثنين للخروج والتنزه وزيارة حديقة السبيل، وانتشر الباعة الجوالون في الحديقة، وتجمع الأطفال يصرخون للقرد باسمه، وحولهم أهلهم يلتقطون الصور لهم. دخلت عادي يعني، أنا طبعا ما طولت لأنه كان في قذائف، خمس دقايق طعمته التفاحة وتميت رايح، وشفته كأي ما في حدا، يعني تحسه أنه كان له دموع ما يبينه بس له دموع. سلم عليك. ويتجاهل سعيد بفروه الرمادي الأطفال من حوله، يقترب منهم قليلا قبل أن يعود ويبتعد عنهم ليجلس ظهره إلى حائط دائري في قفص ذهبي اللون. عدت علينا أيام يعني واحد لا أكل لا شرب، وسعيد كذلك الأمر، رحنا تحاصلنا وضع يعني كتير تعبان بحلب، ويعني ولما بنزلوا قذائف على السبيل يعني كمان رحنا نخاف على سعيد شلون همه ووضعه شلون بده يصير يعني. وتشهد حلب منذ العام 2012 معارك وقصفا متبادلا بين الفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية وقوات النظام في أحيائها الغربية، لكنها تهنأ منذ مساء الاثنين بهدنة انعكست هدوءا على معظم الجبهات السورية.